الكبير بيهني أخوه العمدة جوني الكبير خالص نكبر منه بأربع دقايق ومناسبة أعياد أكتوبر. Where is it؟ راحت فين؟ Thank you Tommy. جوني ممكن تهدى شوية؟ أنا لقيت لك حتة دين فكرة. Spirit. أوكي. إحنا هنسدد له كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. كلام ده كاوتش. ده بيقول لك ضخم جدا واضخم من كينج كونج وهيعدي في اي حته. لا مش هيقدر علشان حوالين الدوار هيكون في رجاله كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه اوضه اشلي اللي انا هكون موجود فيها وموصي هادرس اول ما يلمحه من بعيد يرمي اي حاجه صغيره على شباك الاوضه. صح يا هادرس؟ صح. ناخد انا وانت مضربنا بتاعت البيسبول نقف ورا الباب ونطفي النور. And اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك. نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني ما تقلقش. نضربه يمين بشمال في تحت الحزام في فين يوجعك ونكتفه ونكلم 911. اوه ماي جاد. عشان تكمل الكولكشن انت الكبير وانت الكبير قوي. It depends. تشاهد على روحك. ايه كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موته موته ربنا ونعم بالله. بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش؟ ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار شنج ضرب النار. الجلد. لا لا يبقى الجلد وحدوي جملك واحده واحده بعد كده. طب ما ينفعش تحذفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانيه واحده دي مش رجوله. ما ينفعش تقتل راجل اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بالطار وماشي. اه لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. جوليه يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ انا بصراحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايدي اليمين بس لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل اربع شهور. اتشاهد على روحك. تو دايز. يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ لا تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي. هم يمين والجهات كفنك معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتأخر لسه كتير؟ أنا مفضليش إلا يومين، يا دوب أتعلم حركتين بوكسين أي حاجة.
ما تقلقش زمانه جاي. انت متأكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص هدرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هدرس يا ابل تسمع كلام واحد ابل جوني مفيش حل غير كده. خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمدة؟ اهلا وسهلا. ثانية واحدة. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أقمر. أقمر إيه؟ أقمر إيه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هجرش عشان عايزني؟ أيوة يعني هيعوزك في إيه يعني؟ آه ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلا أنا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول. دش يا أستاذ، أنت بتكلم راجل حاصل على الحزام الأسود، أنا جاي أعلمك كاراتيه. هو الحزام الأسود بقى جلد وبتوكة؟ إحنا نهزر؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إمسك، أنا عايز مدرب بوكس. أنا بلا فخ المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني أنا لبستك خلاص، أنت بقيت بالنسبة لي أمر واقع. أنا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس إيه؟ البوكس إيه والكاراتيه إيه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. أنت راجل فاكس موت وأنا مش مقتنع بيك زرع. يا حضرة العمدة ما تقلقش، إن شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش، ده الكوتش، ده الكوتش. إيه بقى، هنبدأ كتات ولا متأسس؟ سامع بيقول إيه؟ سامع بيقول إيه؟ استاذ حمدي باختصار انا عاوز اعرف اسد اي بوكس يجي في وشي. اه فهمني. ما هو انت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطه، احنا هننفذها عملي. لفيني باللكاميه في خشم. اه يعني اعمل ايه؟ لفيني باللكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده راجل قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ ها اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري 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 سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش. انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. مش حاجة، متعودين على كده. معلش. انا متعودين على كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد. اه واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. صحيح انا ما قلتلكش المره اللي فاتت؟ عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. اوه ماي جاد، دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه، كام داون. قوم يا حاج قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. ايه الصوت يا حاج؟ انت كويس؟ كويس؟ عادي عادي عادي، احنا متعودين على كده. انا عاد عنفي بقى. ايه يعني جلسن؟ مش مشكله. طب اديهم له، اديهم له، اديهم له. تبعك؟ امان امان، اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا ما يهمكش. بص يا عمده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش خطافيه. يلا مش مشكله، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السلم معايا. اضرب اضرب اضرب. ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، اديها له خطافيه ليه؟ ماده ولا ايه؟ جوني يا جبان. طب خدوا لي حاجة. جوني يعني خلاص ده قدري، اسيب امريكا واموت في المزاريطة؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال التار والزفت ده كله. بليز فكر، فكر في حل. انا بفكر اهو. انت هتمثل، قول حاجة عملي. حاجة عملي. اوكي لقيتها. ايه؟ احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لوناه اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني، هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بقت كده؟ ايه كلام افلام المقولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني الناس تقول لي عندك كل الاوراق والمساندات هتوديه في داهيه، في ايه؟ جوني افهمني،
بص احنا نحط له منوم قوي جدا في الماء اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات، واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك. ما توهمتش، ما هزتنيش الفكره خالص. المشكله مش مشكله سم ولا مشكله مخدر، المشكله هيشربه ازاي. الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعه اللعبه هخلي هادرس يروح يحط الازازه اللي فيها المخدر مكان الازازه بتاعته. بس جوني ارجوك انت بقى تستحمل لحد اول بريك بس. اوكي ربنا يستر. بس انت تعرف لو الخطه القلشه اللي انت بتقولها من شويه دي فكست هيحصل ايه؟ هموت. او ماي جاد، قلناها في نفس النفس. دي ساين. هموت يا توماس. لا جوني ما تعملش في نفسك كده. اهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراه التاريخيه، المباراه التي لا تقبل الجسم على اثنين والاعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي الجوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي. البوكس هو انا مش متذكر قوي. بوكس يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجواز ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. لا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. قولوا بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس. الله يخرب بيتك يا راجل. وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. هينفع وشه كله مقص. شيل الراجل ده، شيل الراجل ده، شيله من هنا يا جماعه. الحلقه يا جماعه ده هيشرب. واي نمزح هيشرب. يلا يا وحش نصاصه. يلا We'll be right back.
اهدى اهدى، خد سيجارة خد سيجارة ولا يلا يا سيدوني شكله صايم. يلا يا جماعه يلا 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 جاب مجهود ايه بس ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ ده بيشرب. لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو. يا عم صدقني ده بيمضمض بس. يا ابني بيشرب. قول والله. اي سوير انه بيشرب بص. We'll be right back.